بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تعتبر المحاضرة دي محاضرة منفصلة شوية، لكن أنا حبيت أرفقها بالورشة بتاعتنا. هنعرف إزاي نركب العضلات الخاصة بالكات بناء على الوضع التشريحي للدراع اللي قدامنا ده. طبعا لازم، طالما قلت وضع تشريحي يبقى لازم أبقى فاهم تشريح شوية، تمام؟ فأنا حابب افتح صور وهنبدأ بمنطقة الباي سيبس. طبعا عضلة الباي سيبس اللي احنا عارفينها كلها، اللي هي دي العضلة الضمة، لما تيجي تتني دراعك لفوق مثلا، يكون دراعك جنبك وتبدأ تتني زي ما بتاخد حاجة مع الارض او حاجة اسفل منك شوية وتيجي ترفعها فوق بدراع واحد كده، يبقى دي العضلة البايسبس. اتسمت بايسبس لأنها ثنائية الرؤوس، دي راس ودي راس، فدي بايسبس باللاتيني. ولو لاحظت انت هنا عندنا في حتة الفور ارم عندنا واحد بس اللي هو الوتر اللي ماسك العضلة بالعظمة. ليه انا بشوف دي؟ انا بشوف دي علشان اقدر اعمل ريج كويس للعضلة داخل الدراع. يبقى انا هكون عضلة كات مصل وابدأ اربط طرفها هنا في المنطقة دي والطرف التاني هنا في الدراع ده فوق. الترايسبس زي ما انت شايف برضو نفس الحكاية بس المعاكسة، يعني لو فردت الباي سيبس الترايسبس بتنقبض اللي ورا، والعكس لو ضميت الباي سيبس الترايسبس بتنقبض ورا. الترايسبس برضو نفس الحكاية لانها ذو ثلاثية الرؤوس، في رأس او اتنين تحت، رأس تقريبا واحدة اللي هي ماسكة العظمة من هنا عظمة الكوع، وبعدين وفوق هنا تلاتة فوق برضو عشان هما اللي ماسكين الدراع من فوق. هنا البايسبس برضو لما تيجي تتني دراعك اهو كأنك شايل حاجة بالظبط، تيجي تتني دراعك الترايسبس اهي هما متقسمة التلاتة. طبعا احنا مش هنعمل تلات عضلات يعني، بس انا بقول لك يعني دي الوضع التشريحي بتاعها. بتبدأ من عضلة الكوع او من عظمة الكوع من هنا وبتنتهي في عضلة من الكتف من فوق. اوكي، هشوف حاجة تانية. لا خلاص، ده كان بالنسبة للتراي سيبس والبايسبس. طيب خلينا بقى نشوف ونترجم الموضوع ده عملي دلوقتي. هفتح اللير مانجر، اوكي، وهعمل لير جديدة بدون ما اختار اي حاجة وهسميها المصل، اوكي، واخليها هي الاكتف اللي قدامي، واجي على الاف اضغط عليه اللي هو الفرونت، وضعت ضغطة بالشكل ده. هاجي هنا ده اهم هشيله خالص اللي هو الهايد ارم مش، واخلي العظم بتاعي. هاجي عند الكات عند الهيلبر، هنا الكات اوبجكتس، هاخد الماسل ستراند، هضغط عليها ضغطة. خد بالك بقى اللي انا هعمله دلوقتي، انا هضغط اربع ضغطات عشان اكون العضلة بتاعتي بتاعت اي عضلة في الدنيا. ليه اربع ضغطات؟ اقول لك والله انت هتشوف دلوقتي. خلينا على الاف 3 الواير فريم كده، لو ضغطت ضغطة بعمل هاندلر، شايف الهاندلر على الشمال ده، وفي هاندلر تاني اللي هو الصندوق او المربع الفاضي ده. لو ضغطت ضغطة كمان يبقى انا عملت اتنين، واحدة تلاتة وواحدة اربعة. تعال نشوف ايه الاربعة دول. اقول لك دي اللي بتحكم في العضلة في الجزء اللي على اليمين، ودي طبعا في الجزء اللي على الشمال. اما اللي في النص دول، اللي في النص دول بيتحكموا في وضع العضلة تطلعها فوق او تحت. اوكي، برضو نفس الحكاية التانية نفس الطريقة بالظبط. اوكي، هنيجي بقى ونتاخد العضلة دي بتاعتنا وندخلها فين؟ على الدراع من فوق، بس هي كبيرة شوية فاحنا هنصغرها بالطريقة دي. ونخليها هنا، ودي هنخليها هنا مثلا. زي ما احنا شفنا قبل كده في الصورة، هنعمل البايسبس هتبقى ممسوكة من هنا. سيبك من عظمة الكتف دي خالص، مش مشكلة عظمة الكتف، احنا هنمسكها من هنا وهتبقى النهاية بتاعتها هنا.
اوكي بالعربي العضد يعني، ومش عارف دي بالعربي يعني ايه، مش عارف الحته دي اللي هي الفور ارم. هنيجي ونروح جايين باللينك، لينك اوكي. هنيجي بس الاول بالبرسبكتيف ونبدا نعمل لها ريبوزيشن بالشكل ده عشان اقدر احطها في مكانها المظبوط. واجي على القايمه موديفاي، ودي هتبقى ال ارم، دي الليفت ارم اوكي، دي الليفت ارم اصلا. حته المش والبونز دي علشان المش دي لو انت هتحط موديفاير على المش بتاعنا اللي هي على الايد، وتبدا تقول له خد لي اللي هو زي سكين راب او سكين وراب اللي هما بيقولوها كده يعني، سكين راب. هتاخده تحطه على المش، بعدين تقول له خد لي دي. لو انت تعمل الحته دي عشان تعمل اكتيفيت للعضله مع الجسم، هتختار المش زي ما هو او البونز لو انت مش تختاره. حته بقى دي هتلاقيها الميدل ولا ار ولا ال، دي الارم لو واحد شخصيه عندك تلت اذرع. هنا الميرور لو انت هتقول مثلا اكس واي وزد، خليها زي ما هي مفيش مشكله. الهاندلرز، الهاندلرز دي المربعات، هتكبرها وتصغرها طبعا كلها بزير، حته بزير كورنر بقى الناس اللي عارفه بزير يعني ليها هاندلر كده بيتحرك اوكي. عندك السفير بروبرتس دي تكبرها كده تصغرها زي ما انت عايز، تكتر او تخلي عدد السفير كتير، كم سفير فيها، احنا قلنا 8 اهو. وكمان ممكن تغير الشكل من شو بروفايل كيرف، دي بتغير شكل العضله. انت لو شايف شكل العضله من هنا هتلاقيها رفيعه من على الجوانب ومن النص مبقلظه يعني تخينه كده. هتبص ده هو ده الكيرف بالظبط، رفيع صفر اوكي من النص. لو انت جيت مسكت دي ونزلتها تحت هتبقى رفيعه قوي، لو جيت مسكت دي هتبقى برضو رفيعه قوي، ولو جيت على اليد دي في النص هتلاقيها بقت بالشكل ده اوكي. يبقى انا بتحكم في حجم العضله من هنا. لو انت عايز بقى تظبط عضلتك بحيث انها تبقى شكل، تضيف لها شكل تاني، ممكن تدوس هنا اد بوينت وتروح جاي ضاغط اد بوينت كده، تروح جاي ضاغط هنا وتجيب الموف، وبعدين تبدا شايف هنا. لو انا عايز بقى اتخن واكبر من ناحيه معينه او اعمل لها شكل معين عادي مفيش اي مشكله، او ممكن تعمل لها كمان انيميشن اوكي. خلاص مش عايزين دي، نعمل ديليت. يبقى احنا فهمنا حته العضله من شكلها. طيب السكواش اند ستريتش دي لو انت هتشتغل على الانيميشن، لو الدراع ده بيتفرد والتاني زي ما احنا شايفه كده، هبدا افعل الخاصيه دي عشان تبدا تعمل تفعل خاصية الاسترتش بتاع المطاطية بتاعتها مع الدراع زي ما هنشوف دلوقتي. الحاجات دي يعني هنستخدمها مع الشغل دلوقتي، بس خلينا دلوقتي نشوف هنعمل ايه في العضلة بتاعتنا، هنركبها. واهم حاجة بس هغير اللون بتاعها عشان تبان في الدراع. هاجي كده وحطها على الدراع بالشكل ده، بس هظهر المش عشان اعرف انا احطها فين بالظبط. هنزلها تحت بالشكل ده، عندي العضله تحت العضله عشان هنا الدراع ده فيه مصل كتير، فيه عضله كبير عضلات كبيره، فتلاقي العضله نازله تحت شويه. اوكي هنعمل فريز للمش ده. وقبل ما نعمل له فريز هضغط الت اكس عشان اخليه سي ثروت عشان اشوف اللي جواه، وهعمل له فريز. هاجي هنا على الهاندلر وابدا ادخله شويه كده، وادخل برضه ده شويه كده اوكي. همسك اللينك وامسك دي بالعظمه زي ما شفنا في الصورة، وهمسك المربع ده و
وهرفقه بالعظمة انهي اللي هي دي اللي هي بتاعت الجزء ده. تعال نشوف لو خفيت المش خالص. تعال نشوف الموضوع ايه. هي هتبقى بالشكل ده كده. ممكن اطلع دي او الهاندلر بقى نفسه على اللوكال واجي اطلعه كده بره شويه عشان العضله تاخد شكلها. بالشكل ده نظهر المش تاني عشان نشوف. طبعا وانت لو انت شغال بقى على الكات سيستم المسل سيستم بتاع الكات ما تطلعش العضله بره، يعني خلي العضله بقدر الامكان ما تبقاش بره قوي، حاجه بسيطه جدا كده على قد الشيب بالظبط عشان ما تعملش معاك مشاكل وانت بترفقها بالجسم. طيب يبقى احنا عملنا كده القرمش. تعالى بقى نضغط عليها ضغطة ونقول تعال نشوف الانيميشن بتاعها. هو بالشكل ده. لو انا جيت ضغطت على الانيبل سكواش اند ستريتش في مطاطية، في مطاطية واضحة جدا في العضلة. تمام يبقى دي العضلة، بس احنا ممكن نطلع دي شوية كمان. تمام ده المطلوب. دي بالنسبة للبايسبس المفروض انها تبقى فوق شوية، بس انا بتعامل على اساس المش اللي معايا او شكل الدراع اللي معايا. انا في نص العضلة كده عشان تبقى كويسة. هقول الشو بروفايل كيرف هصغر شوية من النص، حاجة بسيطة خالص. اوكي هاجي على الترايسبس. الترايسبس طبعا العكس، انا كنت على الفرونت المرة اللي فاتت هخليها دلوقتي على الباك. واجي على المسل سيستم برضو مسل ستراند واجي ابدا من هنا كده واضغط ضغطه ضغطتين ثلاثه اربعه بتقيله برسبكتيف واعمل ريبوزيشن للعضله بتاعتي برضو في مكانها المظبوط وحجمها المظبوط. نصغر الحجم شوية كلمة موديفاي. دي طبعا ال هنصغر شوية الحجم وننزل شوية بسيطة جدا تحت. اوكي هنيجي بقى نفس الحكاية بالظبط، نطلعها فوق سنة فين يبقى ده، نخش جوه شوية كده. ده اعمل لها فريز المش بتاعي وبعدين اخش بدي جوه شويه. اجيب الهاندلر بتاعها عشان ابتدي اشده بره شويه. شايف المش هنا اهو، اشده بره شويه عشان ياخد بس وضع العضله. وهنا الهاندلر ده اخده بره شوية كده عشان ياخد برضه نفس العضلة. ماشي والشو هنزل سن ظاهرة برضو بحيث انه ما يطلعش بره قوي.
ممكن نصغرها سنة كمان كده كويس، ونعمل خاصية سكواش اند ستريتش. بس نشوف الانيميشن الاول. لسه ما ربطناش، نربط زي ما اتعلمنا. العضلة شكلها مش مظبوط لان الهندلر لازم ينزل تحت، العضلة جاية على تحت شوية، وهنا برضو نفس الحكاية، الهندلر اهو انزل تحت، امسك الاتنين، ممكن انزل بهم تحت الاتنين مع بعض. واحدة هنا واحدة هنا، طبعا ده الأبعاد بقى أنا كنت مظبطها من الأول دي كده. تمام، F3 ونبدأ نربط، نقول الهاندلر ده مع العظمة دي، والهاندلر ده مع العظمة دي. نشوف الانيميشن ماشي ازاي. تمام اوكي، هناخد دي كده ونقول انيبل سكواش اند ستريتش، لها بالشكل ده كده. ممكن نعمل سيت ريلاكس ستيت بحيث انها تاخد وضعها احسن شوية، ودي برضو بس دي ممكن، ده دي كبيرة. لو عملنا كده ماشي اوكي، سيت ريلاكس ستيت. يبقى احنا ممكن دلوقتي بقى نخفي المش بتاعنا ونبص على العضلة شكلها عامل ازاي. دي شكل العضلة اوكي، دي الباي وتراي، نشيل الفريز اوكي. الت اكس ماشي اوكي. خلصنا الجزء ده، هناخد منطقة الفور ارم والشولدرز. حتة بقى الفور ارم دي التكتيك بتاعها نفس التكتيك بتاع دي بالظبط، بس انا الشولدرز مختلف شوية. لو انا جيت على الشولدرز، انا هشيل السكين مورف ده خالص، عضلة الشولدرز والبطن والظهر والشيست اللي هو عضلات الصدر اوكي، دي بتتعامل مع الاحسن يعني الكات ماسل، هي مختلفة شوية. تعال نشوف مختلفة في ايه. الكات ماسل لو جيت ضغطت عليها ضغطة هتبص تلاقي، لو انا جيت عملت كده بص تلاقي عادي بلان عادية جدا، بس ليها شوية هاندلرز كده حواليها، دي ادوات التحكم بتاعتها اللي ميها ممكن تتحكم في شكل العضلة. تمام، لو انا جيت كده على البرسبكتيف وجيت طلعت فوق على الدراع نفسه عشان اركبها على الشولدرز، دي بتنفع للعضلات الكبيرة اللي حجمها كبير زي عضلة الكتف، حجمها كبير. عضلة الكتف اصلا تلات عضلات في بعض، امامية وجانبية وخلفية. تعال نشوف الصور كده. لو انا جيت على عضلة الكتف بص على عضلة حجمها كبير، مش زي عضلة الباي ولا التراي ولا الفور ارم ولا حاجة، يا فاهمني، فواخدة المنطقة دي كلها وورا كمان. لو انا جيت شفت صورة تانية ليها اهي، دي متقسمة لتلاتة، بقول لك دي الامامية ودي المنطقة دي الجانبية واللي بتعمل شكل الكتف او التقعر او تحدب الكتف لفوق، الناس اللي بيلعبوا رياضة عارفين، والمنطقة دي برضو بتبقى لورا بتبقى بارزة، يبقى امامي جانبي خلفي، فهي عضلة كبيرة.
فاللي ينفعها اي عضله كبيره بينفعها الكات ماسل دي. تمام. هاجي بقى هعمل فريز للمش بتاعي واخد عن طريق الهاندلر دول الشكل بتاعي. ثواني بقى، انا كده حطيت المصل في مكانها المظبوط. تمام، وهعمل فريز للبون، هاخد دول احطها كويس في النص وابدا اشد دول كده واشد دول الهاندلر دول كده. خد بالك الاساسيين الاربعه دول اللي على الاركان، الاربع اركان دول اساسيين، انما اللي في النص دول كلهم هاندلر لشكل العضله من جوانب اهم. اطلعوا بره كده نفس الوضع. لو انا شفت هلاقي، بص هتلاقي فيه تقطيع شويه. التقطيع ده ممكن بسيطه جدا لو انت دخلت على الموديفاي وبدات تزود اليو والفي السيجمنت سيجمنتات بحيث ان انت تدي سموث شويه للعضله. اوكي، هتيجي بقى عند الميدل هاندلرز وتظهرها، هيظهر لك هاندلر تاني في النص، هيظهر لك حاجات في النص اهي اهي كده. دول زي ما انت شايف من النص كده بنزل او بيطلع، فانا طبعا هطلعهم فوق عشان اخد شكل عضلة الكتف دي، هنزلها تحت ودي والاتنين دول هنزلهم برضو تحت، والهاندلر دول طبعا فوق. اوكي، دول برضو نفس الحكاية بالظبط. اللي في النص فوق كمان، ودي ودول الاتنين دول برضو فوق سنة. مش عايز اللي في النص انا شايفهم فوق قوي، ممكن اصغرهم شوية او اقللهم شوية. العضلة نفسها كلها كده تنزل سنة شوية. اوكي، عضلة الكتف زي ما احنا شفنا قبل كده وانت لاحظت بتبقى ما لا هي مش موجودة هنا، بتبقى محطوطة في الكتف. يعني شوف انت يعني ركز كده هتلاقي الجزء ده من العظم، يعني الدراع في عظمة كبيرة كده وعظمة كبيرة كده اللي هي الفور ارم. العظمة الكبيرة دي اللي فوق اللي فيها البيوتراي مربوطة فيها حتة طرف من الكتف، من الكتف بتاعي، وبعدين الطرف التاني فين؟ في عظمة ال زي ما بيقولوها بالعربي اللوح، عظمة لا مش اللوح، التركوة دي اسمها التركوة، من ورا ومن قدام تبقى فيها عظمة كده بتتربط فيها. فاحنا هنعمل ايه؟ هنروح جايين دي عظمة التركوة، المفروض ان هنا القفص الصدري. لو انا جيت على ال بونز، لو تخيلنا ان دي الرقبة اوكي وده الصدر، فهي دي عظمة التركوة ودي عظمة الكتف. فهربط الاتنين دول في عظمة الكتف والاتنين اللي هناك في العظمة اللي هي بتاعت الجزء ده بتاعت البيوتراي. بكل بساطة اف تلاتة، امسك دي
دي في العظمة دي احنا عاملين فريز، هنفك الفريز بقى بتاع ال الكات بون مش هقدر امسكه، اسف دي كات ارم بون اهي، نمسك لينك نروح ماسكها دي كده، واللي هناك عايزة تخش شوية على فكرة وعايزة تنزل سنة، ودي كمان هتمسك بنفس العظمة اللي هي دي. كويس، باقي بقى معانا الهاندلر ده هيتمسك بالعظمة دي والهاندلر ده هيتمسك بالعظمة دي. تعال نشوف لما نيجي نحرك بالانيميشن يبقى عاملة ازاي. هتلاقي بدأت تاخد الوضع بتاعها عادي ديفورميشن بتاعها. لو انا جيت بقى كده وعايز على فكرة الميزة النوع ده انه فيه حتة حلوة قوي اللي هو اسمه كوليجن ديتكشن. ايه هو كوليجن ديتكشن؟ دي بيعمل رد الفعل للاجسام الخارجية، عشان كده بقولت لك دي العضلات الكبيرة اللي هي الظهر والبطن هتبقى حلوة قوي وباينة قوي لو حاجة مثلا الشخصية بتاعتك جاية حاجة من بعيد كورة ولا حاجة وخبط في ظهر او بطنه، هتبص تلاقي ظهره دخل شوية كده عمل افكت طبيعي يعني. تعال نشوف ازاي. لو انا جيت رسمت او عملت سفير صغير كده تمام، وجيت طلعتها فوق عن الدراع وهخفي كل ده، انا هخفي كل ده وعايز بس المصل ده بس. تعال نشوف السفير دي هتبقى عامله ازاي. طبعا انا لما بدخل السفير دي كده كانها جسم خارجي ارتطم بالكتف بتاعي ما بلاقيش اي حاجه، هي بتعدي عادي جدا لانها اوبجكت عادي. لكن انا لو جيت هنا وجيت قلت له اد كوليجن ديتكشن وقلت له حط لي السفير دي، هتبص تلاقي الموضوع اختلف، هتبص تلاقي فيه انجذاب، فيه زي ما تقول لو مسكت دي طبعا هي من تحت، هتبص تلاقي فيه ارتطام العضلة، بدأت العضلة نفسها تتحرك، ما يبانش قوي الا لو يعني لو لما ارفقناها بالجسم بقى هتبقى ال، وهنعمل دوس على السفير كده دوس على دي وبعدين نقول له هقول السموس عشان يبقى ال رد الفعل ناعم شوية. هكبر السفير دي شوية بس عشان تبقى باينة شوية، هي طبعا من تحت. طب انا عايز اعكسها اعمل ايه؟ لو انا جيت كده وجيت قلت له على قائمة الموديفاي مسكت العضلة نفسها وقلت له انفيرت تحت خالص، هخلي العكس بقى، هخلي من فوق اهي شايف، يبقى العضلة بتاعتي بدأت هتستجيب لأي حاجة خارجية. سيبك من التقطعات دي كلها ما بتبانش، هي الموضوع كله بتبان في جسم الانسان او الجسم اللي انت عامل عليه الموديفاير اللي هو سكين راب، تبتدي تعمل ديفورميشن عليه عادي جدا. ده كان بالنسبة لعضلة الكتف. هنعمل بقى عضلات الفور ارم، نمسح دي، يبقى العضلة دي جاهزة انها تتلقى رد فعل وجاهزة فضعها تمام. هنا هنبدأ نعمل عضلات الفور ارم. لو انا جيت شفت الفور ارم هبص الاقيه اهي
مكون من عضلات كتير بقى، هي صغيرة كلها، بس في المين بتاعها او العضلات الرئيسية العضلة دي تبقى، لو انت بصيت لإيدك كده وفردت وضميت صوابعك جامد، هتبص تلاقي في حاجات هنا كده بتظهر او ما ظهرتش يعني، اهي انت شايفها اهو، دي العضلة اللي فوق، والعضلة اللي تحت، العضلة اللي تحت اللي هي دي اللي هي الخلفية، يبقى عضلة علوية وعضلة سفلية. لما تفرد دراعك او تقلب ايدك بالشكل ده هتظهر، تمام. برضو هنا دي منظر العضلات، طبعا كلها بتمسك في بدايتها في حتة في المنطقة دي، ونهايتها او في المنطقة دي، مفيش مشكلة، ممكن تعملها في الفور ارم هنا في الحتة دي، والنهاية بتاعتها اكيد لازم تبقى في الكف نفسه، في عظمة الكف نفسه هنا، هنربطها هنا في الحتة دي. اوكي، هاجي هنا وهبدأ اشوف العضلة، تمام. يبقى العضلة هتبقى هنا كده، شايف هنا الكيرف ده المش ده عامل ازاي، هو عامل تويست، يعني الحتة دي المفروض تبقى تويست بون، دي في الكات المفروض تبقى تويست بون، انا مش هعمل تويست بون دلوقتي لان خلاص عملت ريج، فدي بيبقى العضلة ماسكة هنا، بدايتها هنا ونهايتها تحت، تحت هنا عشان تديني اللفة دي. اوكي، فهنمسك الكات بونز، هنعمل لها فريز او هنعمل للمش بتاعي هايد مؤقتا كده، ونيجي على الاف فرونت وعلى الكات ونقول له ماسل ستراند، نفس الحكاية، 1 2 3 4، برسبكتيف، احطها في البوزيشن المظبوط بتاعها، وامسك اللون بتاعها طبعا عشان اميزه شويه واخليه مثلا اصفر، والهاندلر بتاعي خليه هنا، والهاندلر ده هخليه هنا مثلا، وخلي دي فوق شوية، ودي الهاندلر ده يكون تحت. اوكي، هنمسك بقى التربيطات، هنربط ده في الكف وهنربط ده في العظمة دي بتاعت الفور ارم. لو جيت كده شفت الانيميشن، هبص لها بقت زي الفل شغالة 100 100. هنيجي على سكواش اند ستريتش، نديها سنة ريلاكس ونشوف المش الاول، كان المفروض نشوف المش الاول، مش ارم كبيرة كبيرة جدا، ممكن نخلي شوية جوه ونتحكم في الحجم من هنا. ندخل الهاندلر ده جوه كمان، تمام. اوكي، وفي هنا تويست برضو، العضلة دي زي ما انت عايز تضيف عضلات، بس خد بالك ما تكبرش حجم العضلة عشان ما تبقاش بس تعمل مشاكل. هنا برضو نفس الحكاية، هنخفي المش ونعمل عضلة هنا كمان، هنيجي على نفس الخطوات بالظبط، 1 2 1 ودراج، هنعمل هنيجي عند الباك دراج، تضغط ضغطة دراج، تضغط ضغطة ضغطة،
نفس الحكاية بالظبط. نيجي كده الهاندلر ده هيجي الحتة دي بحيث انك تظبط عضلات الشخصية كويس. طبعا في ادفانسد تكتيك خالص يعني، لو انت عايزين بقى تستفيدوا في الموضوع مفيش مشكلة، ممكن نعمل دروس تانية او البحث من خلال النت. في حاجات ادفانسد جدا لما تيجي تعمل كاركتر جيمز بقى والحاجات دي، لازم تبقى كل حاجة دايناميك يعني. نشوف الانيميشن اللي اترفقت عادي مفيش مشكلة. هنيجي هنا ونقول له سكواش اند ستريتش، وديها سنة ريلاكس. نشوف المش بتاعنا، و هنصغرها شوية. خلي دي اتنين، ممكن تتحكم هنا كمان. هناخد الهاندلر نطلعه برا شوية، وده الهاندلر تاني نطلعه برا شوية عشان بس ياخد الشكل بتاع العضلة. تمام. هنيجي بقى نشوف، نقفل المش ده خالص نخفيه، ونيجي نبص بصة كده على الانيميشن. انا مش هشرح يعني هتربط كل ده بالجسم لان هياخد وقت طويل جدا هيتظبط ازاي، بس انا ممكن اشرح عضلة واحدة بس عن طريق ممكن ناخد العضلة اي عضلة من دول ونبدأ نشرح عليها في المحاضرة الجاية ان شاء الله. السلام عليكم.